السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على دائما في الاخبار محترفين خاصه في المقابلات الوديه وسوق الانتقالات الاوروبيه. لكن الشيء اللي مهم اليوم انه كاين في البدايه راح نتكلموا على لاعب شاب. اللاعب هذا في وقت مضى، في وقت سابق، كانت الاتحاديه السابقه دارت بيان ولا منشور اللي تعرفوه ويعرفوه كامل الجزائريين، بيان العنصريه هذاك، اللي بسبب هذا البيان يعني ابعاد العديد من اللاعبين المغتربين خاصه فئه الشباب. لكن ما ننساوش ايضا انه المدرب الوحيد اللي فكر انه يجيب لاعبين شباب راح يلقى مصير الاقاله، مثل ما حدث مع بوعلام شارف لما يعني بدل في السياسه واعتمد الا فقط يعني على بعض لاعبي البطوله المحليه وبعض اللاعبين الشباب اللي موجودين محترفين في اوروبا، وبالتالي لقى مصير تاعو الاقاله. اذا كنغلقوا القوس على الموضوع هذا، لكن راح نتكلموا انه بعد ذهاب هذه الاتحاديه واصبحت كما قلت سابقا الخليه تاع اكتشاف المواهب هذه تعمل يعني براحه ولا باريحيه كبيره. اذا اللاعب هذا تالق في دوره البطوله العربيه، واللاعب هذا يلعب في نادي بايرن ميونخ، هو ايت عامر اللي يلعب في نادي بايرن ميونخ لاقل من 19 سنه، يعني بعد يعني تم ترقيته الى اقل من 19 سنه. هذا اللاعب لعب مقابله وديه يعني في معسكر تدريبي لنادي بايرن ميونخ في سالزبورغ في النمساويه، لعبوا ضد نادي سالزبورغ لاقل من 19 سنه وتالق يعني بصفه ولا اروع. موقع نادي البايرن ميونخ تكلم باسهاب على المقابله الوديه هذه، وتكلم ايضا على ايت عامر اللي اعطى كره اسيست ولا اروع لزميله. حسب ما يتكلم موقع نادي البافاري بايرن ميونخ، عرضية يونس ايت عامر من الجهة اليمنى إلى القائم الثاني سجلها زميله فرانس كراتزيغ، بعدها يعني نادي سالزبورغ سجل هدف من الركنية، لكن الهدف اللي أنا بالنسبة لي على طريقة رياض محرز ولا أروع، هدف في زاوية صعبة بالرجل اليسرى للاعب القصير القامة ايت عامر رقم 17، اللي حط يعني كرة ولا اروع بعد مراوغة. يعني هو اللاعب هذا صراحة لما رأيته يعني سابقا في بعض الفيديوهات وفي البطولة العربية يتمتع بالسرعة، السرعة سريع اللاعب هذا وخفيف، هدف ولا اروع، هدف ولا اروع من ايت عامر. اذا بيت ماركة مسجلة بطريقة رياض محرز صراحة، لكن اللاعب هذا عنده فنيات، عنده امكانيات، نتمنى له ان شاء الله التوفيق. الهدف هذا اللي اشار ليه موقع نادي البافاري ايت عامر ضاعف النتيجة بنقرة رائعة من الزاوية البعيدة، بنقرة رائعة من الزاوية البعيدة، يعني هدف ولا اروع، هدف خرافي. اذا نتمنى له التوفيق لايت عامر وكل لاعبين هذا الشباب، منتخب الشباب اللي داروا دوره ولا اروع لوصول النهائي، نتمنى لهم كل التوفيق، سواء لاعبين يلعبوا ينشطوا في اوروبا او لاعبين اللي ينشطوا في البطوله الجزائريه، نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله يطلع المستوى نتاعهم، وان شاء الله يكونوا هذم خليفه لجيل رياض محرز وفيغولي وبن ناصر والبقيه. من بعدها راح نتكلموا على قميص جديد الثالث لنادي ويست هام اللون تاعو بالاسود، اللي قدموا اليوم في كان معاه في التقديم اللاعب نتاعنا الدولي الجزائري سعيد بن رحمه، قميص يعني رائع. احنا ما يهمناش القميص بقدر ما يهمنا حقيقه اداء بن رحمه، ان شاء الله يكون هذا الموسم موسم استثنائي. العمل الكبير اللي داره سعيد بن رحمه في السنوات الماضيه مع برينتفورد راح يتكلل هذا العمل ان شاء الله في موسم استثنائي باذن الله تعالى. اذا نتمنى التوفيق ايضا لسعيد بن رحمه. لاعب اخر
راشد غزال اللي لعب بالامس مقابله وديه كان اساسي منذ البدايه، لعب شوط اول كامل، نقدر نقولوا بدايه الصعود في الريتم نوعا ما. المقابله الاولى ما دارش مقابله كبيره لانه كان في عطله، بدا الريتم يرتفع شيئا فشيئا. ماناش عارفين اسكو يقاردين لونترينير ولا يبعثوا اعاره. انا نشوف فيها ان المدرب راح يزيد يجربوا، علاش؟ لان القيمه الماليه كبيره لطالبها لسه، وما يقدرش يخلصها بجيكتاش يعني لظروفه الماليه، ولا ما يقدرش يخلص القيمه الماليه الكبيره هذه. اذا انا تبان لي يعني من رايي انه المدرب نشوف فيها ما كانه يعني جرب فيه ويعطيه وقت معين ولا وقت كثير باش يعرف هذا اللاعب يقدر يعتمد عليه او راحين يزيدوا سلفه. انا نشوف فيها كيما هكا، والعلم لله. اذا المستقبل راح يكشف لنا هل غزال باقي في السير او يرجع لبيجيكتاش، او ممكن يتدخل نادي اخر سواء اوروبي او خليجي، ماناش عارفين. اذا نتمنى التوفيق لرشيد غزال. لاعب اخر كثر عليه الكلام هو ادم والناس. ادم والناس اليوم تدرب بصفه عاديه مع المجموعه، وكان يتدرب بصفة طبيعية مع اللاعبين وموقع نادي نابولي، حط الصور نتاعو ويتدرب يعني بصفة طبيعية. لكن كلام المواقع على ما ناخذش عليها، يقولوا موقع ايطالي، موقع الفرنسي، لو دي سبور يقولوا كذا، انا ما ناخذش عليها. انا يعني ننقل الخبر لكن ما ناكدش باللي راهي رسميا وكذا وكذا، الله اعلم. لو دي سبور يقول باللي والناس مقترح على إدارة مارسيليا بعد ما كان عرض سابق من قبل نادي ايطالي يلعب في الدرجه الثانيه اسمه مونزا. هذا النادي مملوك لبرلسكوني رئيس الوزراء الايطالي السابق ورئيس الميلان السابق. اداره نابولي تفكر في التخلي عن ادم والناس بمبلغ حوالي 25 مليون اورو. هذا كلام الصحافه انا والمواقع، انا ما نخش على كلام المواقع. انا قلت الى صحيح يرجع انفراد ليهم والحصري ليهم، الى غلط هما اللي يتحملوا المسؤوليه. اذا يقولوا باللي نابولي تفكر في بيع ادم والناس ب 25 مليون، وهذا الفريق الايطالي يلعب الدرجه الثانيه مستعد لدفع 17 مليون، الله اعلم. لكن دي سبورت تقول باللي مارسيليا مستعد لشراء ادم والناس، ماناش عارفين. حد الساعه الامور غامضه في قضيه ادم والناس. اللاعب تدرب اليوم بشكل طبيعي جدا، بشكل طبيعي جدا، ماناش عارفين. المستقبل راح يكشف هل سباليتي راح يعتمد على ادم والناس ويدمجوا في المجموعه، او راح يسلفوه ولا راح يبيعوه بعقد نهائي، ماناش عارفين. اذا نتمنى التوفيق لادم والناس وكل لاعبي المنتخب الوطني. في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.